صفحة 11 من كتاب النشاط Lesson 7 الدرس السابع. أي write the verbs اكتب الأفعال in the present perfect continuous في زمن المضارع التام المستمر. Example مثال you look hot. How long بين قوسين خال work in the garden. احنا نعرف المضارع التام المستمر يتكون من الضمير أو الفاعل زائد have أو has زائد been زائد verb ing. بما أن الجملة استفهامية نقدم ال have أو ال has على الضمير، إذن ينزل ال have لأنه الضمير you ومن ثم بعد you been work الفعل زائد ing هو نفس الفعل اعطيناه بين قوسين. How long have you been working in the garden? 1. She is tired. هي تعبة. Because she منطيلة بين قوسين not sleep لم تنم. في زمن المضارع التام المستمر الفاعل she بعدها نضع الشي تأخذ has ننفي الhas hasn't ومن ثم بعدها نخلي been الفعل sleep نخلي له ing sleeping well recently. She hasn't been sleeping well recently. هي لم تنم بصورة جيدة مؤخرا. Sel was in the kitchen. She الفعل عندنا cook الضمير she يأخذ has بعد الhas نضع been الcook نضيف ل ing she has been cooking for 3 hours now. 3. We're bored. نحن نشعر بالملل. We تأخذ الفعل المساعد have ومن ثم بعدها been ومن ثم play بصيغة ing. We have been playing computer games all afternoon. 4. I can't find my glasses. لا أستطيع العثور على نظاراتي. Look for يبحث. I تأخذ الفعل المساعد have ومن ثم بعدها been. Looking for them all day. I have been looking for them all day. إذن ال ing نخليه على الفعل الرئيسي look looking. 5. He is going to fail his exam. هو سوف يرسب بامتحانه. Not work لأنه لم يعمل بصورة very hard لم يعمل بصورة بجد لم يعمل بجد. هي تأخذ الفعل المساعد has ننفي الhas hasn't ثم بعدها been work نخلي له ing working. He hasn't been working very hard. B write sentences اكتب جملا in the present perfect continuous with for or since. اكتب جملا بزمن المضارع التام المستمر مستخدما for لمدة since منذ. Examples أمثلة they are playing football هم يلعبون كرة القدم. They started 20 minutes ago هم بدأوا قبل 20 دقيقة. ينطيك هاي الجملة طريقة حلها. وشنو معناتها زمن المضارع التام المستمر؟ معناتها فعل حدث قبل فترة وما زال مستمر بحدوثه لحد الآن ورح يبقى مستمر إلى فترة معينة من الزمن القادم. هذا معنات زمن المضارع التام المستمر. They've been playing football for 20 minutes بما معناه انهم كانوا يلعبون كرة القدم من 20 دقيقة وما زالوا مستمرين لحد الآن وراح يستمرون لفترة من الزمن. مثال آخر She's writing letters. She started at 2 o'clock. هي تكتب رسائل. هي بدأت منذ الساعة الثانية.
She's been writing letters since منذ 2 o'clock. هي بدأت منذ الساعة الثانية بكتابة الرسائل وما زالت مستمرة بكتابة الرسائل وستبقى إلى فترة قادمة من الزمن. 1. I'm writing a poem. أنا أكتب قصيدة. I started on Tuesday. بدأت بها من يوم الثلاثاء. أخليها بصيغة أو بزمن المضارع التام المستمر. الضمير اللي هو I. الآي تأخذ have I've ومن ثم been. عملية الكتابة write أخليها بصيغة ing writing. كمل الجملة a poem أخلي لها صيغة since أستخدم معها since منذ Tuesday منذ الثلاثاء. I've been writing a poem since Tuesday. بدأت بكتابة القصائد منذ يوم الثلاثاء وما زلت لحد الآن ومستمر لفترة من الزمن القادم. راح أظل مستمر بكتابة القصيدة. We're waiting for a bus. We started waiting at 10 o'clock. We تأخذ have been waiting تنزل for لمدة a bus أو العفو for a bus أنا منتظر من أجل الباص since منذ 10 o'clock منذ الساعة العاشرة. You've been watching TV for an hour. أنت أو أنتم تشاهدون التلفاز لمدة ساعة. صار لكم ساعة تشاهدوا وما زلتم تشاهدوا وستبقون فترة من الزمن تشاهدون تلفزيون. For they're making eight cakes. هم يعملون الكيك كيك العيد. They started 2 days ago. بدأوا قبل يومان. They've been making 8 cakes for 2 days. 5. It's raining. إنها تمطر. It started 2 hours ago. It تأخذ معها الفعل المساعد has been raining for 2 hours. لمدة ساعتين صار لها تمطر وما زالت تمطر وسوف تبقى تمطر لفترة من الزمن. 6. She's crying. She started crying 10 minutes ago. She has been crying for 10 minutes. Present perfect continuous tense. زمن المضارع التام المستمر. تكوينه يتكون من has أو have. has مع الضمائر he she it. have مع الضمائر I we you they. زائد been ثابتة مع كل الضمائر. زائد verb ing فعل بصيغة ing. استخدامه شو وقت نستخدم زمن المضارع التام المستمر؟ نستخدمه مع حدث بدأ في الماضي ومستمر في الحاضر ومكمل في المستقبل. ناخذ مثال. I have been working for this company since 2016. أنا كنت أشتغل بهاي الشركة منذ 2016 ولحد الآن 2018 أنا دا أشتغل بيها ومكمل وياها بالمستقبل. هذا هو زمن المضارع التام المستمر. مثال آخر. I have been studying since 8 a.m. أنا كنت أدرس الساعة 8 صباحا. هسه الساعة 11 صار لي 3 ساعات دا أدرس ومكمل راح أدرس. مثال آخر. He has been training for 3 months. هو كان يتدرب لمدة 3 أشهر. من 3 أشهر هو كان يتدرب وما زال يتدرب ومستمر بالتدرب مستقبلا. She has been playing tennis since 2015. هي كانت تلعب التنس منذ 2015. منذ 2015 هي تلعب، هسه احنا ب 2018 وهي راح تكمل لعب التنس. نستخدم غالبا مع هذا الزمن since for. since شو وقت نستخدمها؟
since زائد بداية المدة الزمنية، مثل since 2014 since 2015 وهكذا. for زائد المدة الزمنية نفسها، يومين، ثلاثة أشهر، أربع سنين وهكذا. المثال الأول عندنا I have been working for this company since 2016. أنا كنت أعمل بهاي الشركة منذ 2016. يطلب من عندك أن تغيرها بفور. ألغي السينز، أنزل فور بدلها، أنزل المدة الزمنية جديد، يعني من 2016 لحد الآن سنتين. 2 years. I have been working for this company for 2 years. I have been studying since 8 a.m. أنا كنت أدرس من الساعة 8 صباحا. هسا الساعة 11. إذا أريد أغيرها بفور، ألغي السينز. الفترة الزمنية هي 3 ساعات. I have been studying for 3 hours. السؤال: كيف أسأل بزمن المضارع التام المستمر؟ أقدم الهاز أو الهاف على الفاعل. مثال: He has been playing football since 2014. إذا أريد أسأل، أقدم الهاز على الفاعل. Has he been playing football since 2014؟ وخلي علامة السؤال في نهاية الجواب. وبهذا نكون كملنا كل ما يتعلق بزمن المضارع التام المستمر. Present Perfect Continuous Tense.